تعرفوا أول نظام مدرسي وتعليمي من وين طلع؟ وأكبر مكتبة بالتاريخ وين كانت؟ وإمتى؟ راح تتفاجئوا إذا قلت لكم إنه بسوريا، ومن أكثر من 3000 سنة بمملكة قديمة كانت موجودة على أرض سوريا اسمها مملكة إيبلا. خليكن معنا لنعرف أكثر عن هالمملكة. مملكة إيبلا كانت موجودة شرق مدينة إدلب بالمنطقة اللي اسمها حالياً تل مرديخ التابعة لمدينة سراقب، وبترجع بداية الاستيطان البشري بموقع إيبلا لمطلع الألف الرابع قبل الميلاد، يعني من حوالي 5000 سنة. صارت بعدها القرية تنمو وتتطور لحتى صارت مدينة مهمة ومركز حضاري وسياسي كبير. هذا الحكي كان خلال النص الثاني من الألف الثالثة قبل الميلاد، وصارت عاصمة لدولة قوية إلها نفوذ كبير بمنطقة واسعة بتمتد من سهول حمص بسوريا لأطراف جبال طوروس بالشمال، ومن البحر المتوسط بالغرب لأطراف نهر الفرات بالشرق، وسيطرت على طرق التجارة بالمنطقة. وكشفت أعمال التنقيب بالمنطقة سنة 1964 عن كنوز من المكتشفات الأثرية والمعمارية، منها القصر الملكي يلي بيضم كتير من الأقسام، أهمها قاعة الأرشيف الملكي يلي بتحتوي على 17,000 رقيم، والرقيم هو لوح طيني مكتوبة عليه، فينا نقول يعني مثل الكتب بوقتنا، وهي الرقم مكتوبة بالحروف المسمارية وباللغة المحلية لمملكة إيبلا، وتعتبر السجلات الرسمية للمدينة، وبتحتوي على معلومات كتير من واقع الحياة السياسية والاقتصادية والدينية بالمملكة، بالإضافة لنصوص بتحكي عن دور المرأة. هاي الرقم تعتبر أكبر مكتبة بالتاريخ، وفيها ورد لأول مرة حرف الضاد الموجود باللغة العربية، وأكدوا العلماء والباحثين أن اللغة اللي انكتبت فيها الرقم هي لغة مستقلة عن اللغات اللي كانت موجودة بالمنطقة وبلهجة محلية لأهل مدينة إيبلا. ومن خلال ترجمة هاي الرقم توصلوا الباحثين لمعرفة النظام التعليمي يلي كان موجود بالمنطقة، لأنه في نصوص أشارت لتعليم أساتذة لطلاب بالمرحلة الابتدائية بشكل بيشبه الشيء الموجود بوقتنا الحالي. هاي النصوص كانت عبارة عن تمارين للطلاب وعليها تصحيحات المدرسين بمواد مختلفة، منها مسائل رياضية ونصوص فلكية موسيقى وفلسفة وغيرها، بالإضافة للوحة بتحمل اسم الطالب مع توقيع أستاذه وتوقيع عميد المعهد أو المدرسة. وهذا الشيء بيدل على المستوى الرفيع اللي وصله فن التدريس بسوريا قبل حوالي 3500 سنة بمملكة كانت موجودة بهداك الزمان اسمها مملكة إيبلا.